في مهرجاناتنا أعلم أنها تقام وإيران تشارك. طيب، نتمنى أن تكون الإجابة كافية للأخ أحمد. أما الآن ما رأيك لو نذهب ونشاهد بعض المقتطفات من حسناً من مسلسل التربة الحمراء؟ معكم سنكون مشاهدينا، كونوا معنا ونشاهد. أأنا من فر من الغرفة أم أنت؟ كم أنت مظلوم يا سعيد. هل أنت مستاء حقاً؟ لا، ولكن لو تجنبنا اللعب على الكلام لاتضحت لنا بعض الحقائق من كلامها. هذا العريس المسكين لا حول ولا قوة، مسكين يا سعيد. لماذا لم تبقى إلى جانب أمك؟ أخبرني، لا أظنك خائفاً من كونك سترتبط بعائلة عظيمها مثلي أنا. أجل، فقد كان اختيارك بمعزل عن أهلك، وهذا بعينه دليل على الحرية والاستقلالية. لا تأخذ الأمر هكذا، الوحدة والغربة شيئان لم تذوق طعمهما أبداً، أما أنا فأعيش التجربتين دوماً، إنه أمر صعب. سعيد، لما عدت إلى أرض الوطن؟ لا أعلم، ربما لكثرة ما تردد اسمه في نشرات الأخبار وسقوط الرموز والتماثيل وانتشار الملايين في الساحات وتغيير معاني الشعارات والكلمات والقيم وموت الأبطال القدماء وولادة رموز أسطورية جديدة. سماع كل هذا والبقاء بعيداً عنه أمر صعب للغاية، صعب للغاية. كنت أرغب في المشاركة في تلك اللحظة. إذن فعودتك لم تكن من أجلي، أليس كذلك؟ أخ، بلى، ما أغباني إذ لم أفهم مغزى سؤالك يا سيدة ليلى.